هو نجم الأغنية الفولكلورية في لبنان والمطرب والممثل المسرحي الذي ترك أكثر من 500 أغنية وشارك في مجمل أعمال الرحابنة المسرحية السينمائية التلفزيونية والإذاعية. أطلق عليه عاصي اسمه الفني وراهن عليه صوتاً شرقياً أوبيرالياً أصيلاً. بقي مع الرحابنة الصوت المواكب لبطولة فيروز والمحاور الأول في الثنائيات التي جمعتهما. من بياف تحية لنصر شمس الدين الكبير. سافرنا وتغربنا وضربنا بلدان وأحلام ضيعتنا والملقينا بلدان ببالش الأخبار عيل عم تسحب وراها الويل وبرق خاطف من سنابك خيل فرسان من هالميل فرسان من هالميل يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا. هلأ وقت تكريم نجم لبناني. رح أطلب من وزير الاتصالات جوني القرم وجيزال بيكل لتوجه للمسرح لتقديم التكريم إلى نجم لبناني حاضر معنا. مساء الخير. هيدي بيروت اللي منحبها، بيروت الفن، بيروت المثابرة، بيروت الصمود، بيروت يلي ما بتموت. أنا بدي أقدم صوت طربي قدر يفرض حاله على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية ليحجز لنفسه مكان مميز وسط قبار النجوم. And the Biaf 2024 award goes to the very handsome José Fatié. مساء الخير. صراحة ما في شيء نقال بهالإيفنت الحلو أكتر من لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع تزين سما بيروت. مرسي لألكن، thank you بياف، وإن شاء الله يا رب تجي أيام نبطل نقول لبنان رح يرجع، قول خلص لبنان رجع. مرسي كتير، thank you. مبروك جوزيف، أنت نجمك سطع وصوتك وصل لقلوب الناس ولكل مسارح بلبنان وبالعالم، ونحن بنعرف قديه إحساسك وصوتك الدافي قدر ينقل مشاعر وطنية كتير حلوة للمغتربين ولقلنا اللي عايشين بلبنان. تفضل.